أفضل الأعمال التي تفعل في رمضان بعد الواجبات بعد الصيام أمور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأمور أن أفضل ما يفعل فيه لا شك هو قيام الليل، ولذا ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من قام رمضان سيغفر له ذنبه كله، حتى قيل إن من قام رمضان سيغفر له الذنب مرتين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي الثانية قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدلنا على أن من أهم الأعمال الفاضلة في هذا الشهر هو رمضان، هو قيامه وإحياء ليلة. ولذا كان العلماء يجتهدون في القيام وكأنه مسلم عندهم، بل يجتهدون ما هي صفة الأفضل في القيام. لما فعل ذلك عمر ماذا قال؟ قال والذي يصليها في آخر الليل أفضل، فهو نظر أن المصلحة للعموم في إدراك هذه السنة أن يصلوها في أولها، لكن من صلىها في آخرها فكان أفضل. أبي أراد الجمع فكان يصلي معهم، فإذا حضرت الثلاث الركعات الأخيرة خرج ولم يصلي بهم الوتر، ثم صلىها في بيته وحده، فزاد بعد ذلك من باب تحقيق الأفضل وتقديمه على الفاضل وهو إدراك الركعات الوتر الثلاث مع عموم الناس. من الأمور المهمة في هذا الشهر غير القيام، الأمر الثاني وهو قضية، وهذه مهمة، وهي قضية البذل. والمراد أفضل البذل في رمضان ليست الزكاة، وإنما أفضل البذل في رمضان إطعام الطعام. ولذا ثبت أن الصحابة كانوا يتسابقون في رمضان على إطعام الطعام. جاء في حديث سلمان النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر فيه صائما كان له مثل أجره، إن صح الحديث. هذا الحديث كثير من أهل العلم يقول ليس المراد بفطره أي فطره أكلة الفطور، وإنما المراد أي إطعام في شهر رمضان. ولذا يعني قالوا إن معاوية كان إذا وفد له الصحابة كانوا يتسابقون في الشام لإطعام الطعام في رمضان، فدل على أن مطلق الصدقة في هذا الشهر من باب الأفضل. طيب، بعض الناس قد يفعل فاضلا في هذا الوقت وهو إخراج الزكاة، فنقول إن إخراج الزكاة في رمضان فاضل، ولكن إخراجها في غير رمضان أفضل، لأنه إذا أخرجها في غير رمضان ما حرم نفسه الصدقات الزائدة عن الزكاة. وهذا يدلنا على أن الشخص إذا كان له اختيار في تقديم زكاته أو تأخيرها فإن الأفضل أن لا ينشغل في شهر رمضان بإخراج زكاته، لأنها تأخذ الوقت منه والجهد، كما أن إخراج الزكاة في شهر رمضان خصوصا ربما تمنعه من تقديم البذول الأخرى وصدقات الأخرى. من الثالث، الأمر الثالث الذي هو الأفضل من الأعمال في هذا الشهر الفاضل يخصه على سبيل الخصوص، وهو ما يتعلق بقراءة القرآن. وقد قرن الله قراءة القرآن بهذا الشهر فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حتى إنهم قالوا إن المرء يكره له أن يمر عليه الشهر كاملا من غير ختم القرآن فيه ولو مرة، ولو مرة واحدة. نص على ذلك القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى أنه يستحب ختم القرآن ولو مرة في شهر رمضان، إضافة لما يستحب من ختمه في صلاة التراويح كذلك. ولذا فإن من أفضل ما ينشغل فيه المرء في هذه الأيام هو القرآن قراءة وتلاوة، وأقل الفاضل فيه ختمه مرة، وما زاد فإنه يتحقق به بعض الفضل لا مطلقه. من الأمور المتعلقة بهذا الشهر وهو الأخير، وأكون بذلك أنهيت حديثي على تمام الوقت تماما، وهو أن من الأمور الأفضل فعلها في هذا الشهر وهو لزوم المساجد، ولنا في ذلك سنتان. السنة الأولى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الصحابة إذا دخل شهر رمضان أكثر من لزوم المساجد قالوا نحفظ صيامنا، فكثرة لزوم المساجد والمكث فيه ولو بدقائق قليلة يتحقق فيه صيغة الأفضل. الأمر الثاني أو الدليل الثاني مطلق الاعتكاف الذي ثبت عليه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعتكف في السنة كلها، وكان آخر فعله صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في رمضان، مما يدل على أن لزوم المسجد بالاعتكاف هو الأفضل من الأعمال في هذا الشهر الكريم.